ما هي المذاهب والطرائق المنحرفة عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك طرائق صوفية على الطريقة الإسلامية الصحيحة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الطرائق المنحرفة عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة لا يمكن حصرها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وهذا عدد كثير، والموجود الآن من فروع الفرق وتشعبها كثير، ولكن 73 فرقة هذه أصولها كما قال أهل العلم، وإلا فالفرق كثيرة والعياذ بالله، الفرق الضالة، وليس هناك فرقة ناجية إلا فرقة واحدة من هذه الفرق الكثيرة. وهذه الفرقة الناجية هي من كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. ففرقة واحدة هي الناجية، وهم أهل السنة والجماعة الذين بقوا وثبتوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يبدلوا ولم يغيروا، هؤلاء هم الفرقة الناجية، ومن عداهم فإنهم ضالون، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار. والطرق الصوفية طرق ضالة ومنحرفة، خصوصا في وقتنا الحاضر، فإن غالبها طرق منحرفة لأنها مخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي داخلة في الفرق الضالة، وربما يصل ضلالها إلى الكفر، لأنهم منهم أهل وحدة الوجود، وهؤلاء هم أكفر الخلق، وهم من فروع الصوفية أو من أكابر الصوفية، وكذلك منهم الحلولية، ومنهم الآن السادة الذين يعبدون من دون الله عز وجل، ويتقرب إليهم مريدوهم بأنواع القربات، يقربون إلى أضرحتهم وقبورهم إذا كانوا أمواتا بأنواع القربات، يرجون منهم المدد والشفاعة وغير ذلك، وإن كانوا أحياء فإنهم ينقادون لأوامرهم المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تحليل الحرام وتحريم الحلال وتغيير الشريعة والرسومات المخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كثير في الطرق الصوفية اليوم، ولا نعلم أن هناك فرقة صوفية معتدلة، بل كل الفرق الصوفية منحرفة وانحرافها يتفاوت، فمنه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك. وعلى كل حال، الصوفية وغيرهم كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ضال ومنحرف وواقع تحت هذا الوعيد الشديد، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خير الجزاء.